السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من مطبخي، مطبخ شيماء عبد الغني. كل سنة وانتم طيبين جميعا. النهاردة هنعمل مع بعض صينية الرقاق باللحمة. زي ما انتم شايفين كده طلع جميلة جدا بطريقة ان شاء الله هتعجبكم، وكمان بخلطة كده بسقيها في الآخر بيها، هتعجبكم ان شاء الله. تابعوا معايا الفيديو للنهاية. وزي ما انتوا شايفين القطعة كده متماسكة ومحتفظة بالحشوة. السر يا جماعة في الخلطة اللي انا بعملها في الاخر وبسقيها بيها يعني، فاتفرجوا بقى معايا على الفيديو علشان نشوف ازاي عملنا صينية الرقاق الجميلة دي. يلا بقى مع بعض نشوف عملناها ازاي. طبعا بحتاج هنا لفة رقاق ونص كيلو لحمة مفرومة، ممكن تستعملي اقل من كده لو انت هتستعملي اقل من الصاج، يعني صينية اصغر من الصاج، لكن هنا انا هستعمل صاج كبير شوية فهستعمل نص لحمة مفروم. هنا عندي شوربة فراخ حطيت عليها مكعب مرقة، وحطيت شوية زيت على النار ومعهم اللحمة المفرومة، هقلب فيها لغاية لما تغير اللون، وانزل بالبصلة والثوم، وكمان انزل بالملح والفلفل والكاري وثوم باودر، بصل باودر، ومعلقة سكر وبهارات. هنزل بقى خلاص اللحمة كده غيرت لون، هنزل بالبصل والثوم وهقلب فيها لغاية لما تدبل كده معايا او تستوي، وكمان هنزل بالتوابل بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. هنزل بقى بالتوابل اللي احنا قلنا عليها، فلفل وكاري وبهارات لحمة و ملح، معلقة ملح صغيرة، معلقة سكر صغيرة، معلقة توابل صغيرة او السبع بهارات، كل اي حاجة، اي بهارات انت بتحبيها على اللحمة حطيها، يعني دي حاجة اختيارية وراجعلك، وكل واحدة وليها طريقتها يعني. تمام خلاص كده هسيب بقى اللحمة كده لغاية لما تدبل، وكمان منساش احط حوالي نص كوباية طماطم مفرومة، دي حوالي نص كوباية، انا مش بكتر بس بتدي لون حلو قوي للحمة، وكمان بتدي طعم كويس جدا للحمة المفرومة. تعالوا بقى للخلطة اللي انا قلتلكوا عليها اللي انا بسقي بيها في الاخر. عبارة عن بيضاية واحدة، وحطيت عليها حوالي معلقة خل، معلقة كده صغيرة خل، وكمان هنزل على البيضاية والخل ب حوالي معلقتين لبن. كمان طبعا هرب البيضة مع اللبن كويس قوي، كمان هحط مكعب مرقة، وبرضو هحاول ان انا ادوب بقى المكعب ده في الخلطة بتاعتي، وهنزل برشة فلفل اسمر، وكمان هنزل بشوية طماطم، وهنا ممكن تستبدلي الطماطم بالصلصة لو عندك صلصة انزلي بمعلقة صلصة، وكمان مش هنسى معلقتين زيت كبار. والخلطة دي اقلبها كلها في بعض تبقى جاهزة معايا اللي انا هسقي بيها في الاخر. كده اللحمة المفرومة بقت جاهزة معايا، خلاص هبتدي بقى اجهز الصاج بتاع الرقاق. الصاج بتاعي اهوت، وده حجمه، هدهنه كده دهن زيت خفيفة قبل ما استعمله. هدهن بقى في الجناب وهدهن في كل حتة كويس جدا. وخلاص بعد ما اجهزه بقى هبتدي بقى ايه، اجهز الرقاق والشوربة، علشان هبتدي انزل الرقاق في الشوربة وبعد كده ارصه في الصاج. طبعا كلنا عارفين الطريقة دي، انا مش بخلي الرقاق كتير في الشوربة، يعني يدوب قبل كده الرقاق في الشوربة وبعدين اخده ارصه في الصاج. زي ما انتوا شايفين نحاول نظبط القطع في كل حتة
في الصاج. وعلى فكرة مش لازم يبقى تبقى القطعة معاكي سليمة، عادي انت ممكن تكسريها عادي جدا وتستعمليها قطع زي ما انا بعمل كده. بتبليها كده في الشوربة وتبتدي تسد الفراغات. هكمل بقى رص كده الصاج لغاية الاخر، وهعمل الطبقة الاولى اللي هي ممكن تكون حوالي 5 رقات او 6 رقات. لو انت حابة الرقاق بتاعك يبقى تخين او يبقى سميك، فبحط حوالي كده 6 رقات زي دول، وبعدين بحط الحشوة. فزي ما انت شايفين ببل كده في الشوربة واحط في الصاج، واهم حاجة ان انت ترصي كويس جدا، يعني ما تبقاش حتة فاضية وحتة مليانة. حاولي تظبطي ايدك كويس جدا وترصي المكان كله ويبقى كله متساوي بحتة واحدة. هرص بقى حوالي 6 رقات زي ما اتفقنا وارجع لكم. خلاص كده انا عملت 6 رقات وهنزل بيه الحشوة اللي هي عبارة عن اللحمة المفرومة بالبصل والثوم ومعلقتين طماطم وفلفل اسمر وملح ورشة صغيرة او معلقة صغيرة كاري، معلقة صغيرة 7 بهارات وثوم بودر وبصل بودر، معلقة صغيرة سكر، وخلاص تبقى جاهز معاكي احلى لحمة مفرومة. انا هنا مش بزود الزيت في اللحمة المفرومة، بحط زيت قليل زي ما انتوا شايفين كده. خلاص بتوزعي بقى اللحمة المفرومة كده في الصاج كله، بحيث برضو ما يبقاش حتة فاضية وحتة مليانة. حاولي تظبطي ايدك في الموضوع ده. خلاص كده انا وزعت اللحمة المفرومة، وهبتدي برضو ارص الطبقة التانية حوالي 6 رقات برضو زي اللي انا رصيتهم تحت، علشان هنا انا عايزة الرقاق بتاعي يبقى سميك شوية، ما يبقاش رقيق. نفس الطريقة اللي انا عملتها في الاول هعملها تاني، وحرص حوالي 6 رقات. هنا ممكن تقللي يعني كل واحد و حسب ما يحب، يعني انت لو بتحبي الرقاق بتاعك يبقى مش سميك او مش تخين، فممكن تقللي عدد الرقات بتاعته. ممكن تعملي حوالي 3 رقات مثلا وتحطي الحشوة وتعملي 3 رقات تانيين. هرص بقى الكمية كلها كده وكمان ارجع لكم في الاخر ونشوف هنعمل مع بعض ايه. خلاص كده انا رصيت هنا الرقات كلها وخلصت الصينية. بصوا بقى الخطوة المهمة دي، لازم تقطعي الصينية قبل ما تدخليها الفرن، تقطعيها كويس جدا مربعات زي ما انتوا شايفين كده بقطعها. ليه بقى بتقطعيها؟ علشان لما تيجي تسقيها بالخلطة اللي احنا عملناها مع بعض تنزل في كل الفراغات اللي بين يعني اللي بين القطع وبعضها، فتقفل الفراغات، وما تيجي تقطعي القطعة تلاقيها متماسكة ومحتفظة بالحشوة اللي جواها. فالخطوة دي مهمة جدا جدا، جربوها ان شاء الله هتعجبكم ومش هتبطلوا تعملوها خالص. قطعي بقى بالاحجام اللي انت عايزاها واللي انت حباها لاسرتك. المهم ان انت بتقطعي كويس جدا زي ما اتفقنا، علشان الخلطة تدخل ما بين الفراغات وبعضها وتطلع معاكي في الاخر احلى صينية رقاق باللحمة. خلاص كده انا قطعت الصينية زي ما انتوا شايفين والخلطة جاهزة معايا.
بقلبها كويس جدا علشان زي ما اتفقنا المكعب يدوب خالص، وكمان لو حابة تزودي ملح هنا براحتك خالص، بس الصينية كده الملح بتاعها مظبوط، فبسقيها بالشكل ده وبحاول ان انا اصب في الفراغات. ولو اتبقى معاكي كده مثلا بواقي في الاخر تزودي، ممكن تزودي عليهم شوية شوربة وتسقي بيهم لو مثلا مش دايبة كويس معاكي المكعب، زودي كمان شوية شوربة ودوبي المكعب، وكمان وزعيه كويس جدا على مكعب المرقة طبعا، وزعيه كويس جدا على الصينية. انا سقيتها خلاص والخلطة دخلت ما بين الفراغات زي ما انتوا شايفين كده، وشربت الخلطة بمعنى اصح، ودخلتها الفرن على درجة حرارة عالية، استوت معايا كده وبتنفخ كده وبتعلى معايا وبيبقى شكلها جميل جدا جدا. الخلطة دي بتعليها وبتخليها تنفخ كأن فيها خميرة، طبعا ده عشان البيضة اللي موجودة في الخلطة، شايفين الجمال؟ هقطعها بقى واوريها لكم. شفتوا انا خلاص كده يعتبر قطعتها وفصلتها عن بعضها، يعني مشيت بس على الخطوط اللي انا كنت عاملاها، وهنا خلاص بقت جاهزة معايا. شايفين قد ايه واخدة لون ذهبي جميل؟ وعلى فكرة الطبقة اللي فوق دي مقرمشة واللي جوه طرية جدا، والحشوة موجودة جواها مش بتقع، يعني القطعة متماسكة زي ما قلنا. شايفين الحشوة جواها عاملة ازاي، وشايفين القطعة متماسكة ازاي، وكمان اللون الذهبي الجميل والقرمشة اللي من بره والطراوة اللي من جوه، طريقة تحفة جدا جدا لعمل الرقاق باللحمة. جربوها ان شاء الله مش هتندموا ابدا، هتعجبكم جدا وهتنفع معاكم في فطار رمضان وكمان في الاعياد او المناسبات او العزومات، سهلة وسريعة متاخدش معاكي اي وقت خالص. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم، اشوفكم في فيديو جديد، كل سنة وانتم طيبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.